Welcome to the Bahrain Teachers College. I am so glad to have you with us this year. BTC is a special place filled with faculty, students, and administrative staff who care about education, learning, and personal growth. I really wish I could be greeting you in person, but because I cannot, I would like to share with you here a few thoughts about the college you're joining. First and most importantly, BTC is dedicated to your success at the Ministry of Education. As a practicing educator or leader in the ministry, you have a very strong impact on the future of this country. We at the BTC take this very seriously. We want to support you as you improve your skills and knowledge so that you will be an even more effective educator. Second, as you will soon discover, BTC's faculty members care so deeply about their students. Sure, sometimes they may push you really hard to achieve more, but they will do so with your success in mind. Finally, the BTC community, which includes BTC's faculty, students, administrative staff, and alumni, is an amazing community of impactful educators who have similar understandings about teaching and learning, and in many ways are similarly effective in their work as educators. We're so glad to have you join our community this year. We wish you all the best as you start. Welcome. أبنائي الطلبة المعلمين, إنكم مقبلين على مهمة جدا صعبة ولكنها سهلة على من يحب ويسعى من أجل أن يكون معلما متميزا من أجل بحرين المستقبل. نحن ندرك تماما أن نحن نمر بمرحلة صعبة جدا وبوضع استثنائي, ولكن لن يكون صعبا عليكم, فإن شغف وحب التعليم هو سيكون السلاح المتين الذي سيدعم مسيرتكم وسيسهل عليكم أمر التعلم. أيضا ستكون لديكم الرغبة والاستعداد لإثبات دوركم التربوي من خلال جلدكم وصبركم وتأنيكم من أجل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة سلسة, وسيكون إنجازكم بإذن الله يفوق التحديات. منا نحن التربويين الذين لدينا من الخبرة الكثير, نقول أبنائي الطلبة المعلمين, لن تكون المسيرة صعبة, ستكون سهلة إذا أنتم قبلتم بالتحدي, ومن يقبل بالتحدي فإنه بالتأكيد يعشق الإنجاز, وعملية عشق الإنجاز ستكون لها أيضا بوادر منذ اللحظة الأولى التي ستولجون فيها هذه المسيرة. لكم منا كل المحبة وكل التقدير, لأننا ندرك تماما لن يقبل أي واحد منكم بأن يبدأ هذه المسيرة إذا لم تكن لديه العزيمة والإصرار والقبول بالتحدي بأن يكون معلما متميزا شغوفا بحب العلم والمعرفة, وقادر على أن يخلق لأبنائه الطلبة عندما يتخرج تاريخا يسطره الجميع. نحن ندرك تماما بأن الرعيل الأول من خريجي كلية المعلمين كان ولا زال, زالت الدفعات التي تلي, من أفضل المعلمين الذين تم تخريجهم من كليات التربية, وعليه فنحن نعول عليكم كثيرا بأن تكملوا هذه المسيرة, بأن يكون طبعا دوركم واضح وبارز كما كان بالنسبة للذين سبقوكم في الأعوام السابقة. رجائي أن تستمر مسيرة العطاء في كلية المعلمين بما يعكس
أصالة هذه الكلية ودورها البارز في تأطير المعلم البحريني. أعزائنا وأساتذتنا طلبة وطالبات برنامج الدبلوم العالي في القيادة المدرسية، أهلا وسهلا فيكم في كلية البحرين للمعلمين، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يا رب تكون سنة أكاديمية موفقة علينا وعليكم في ظل الظروف اللي احنا قاعدين نمر فيها. إن شاء الله يا ربي الله يسهل علينا وعليكم ونقدر نشيل بعض في هذه الفترة ونكون مع بعض إن شاء الله خطوة بخطوة على أساس نحقق الأهداف التربوية مالتنا، وإن شاء الله يا ربي تكون الدراسة ميسرة موفقة بقدر الإمكانيات المتاحة، وإن شاء الله راح نبذل قد ما نقدر من جهود إن احنا نخلي الدراسة هذه تمر يعني بسموث مثل ما نقول، بمرونة وبسلاسة، وتتعلمون فيها كل الأشياء اللي نحتاجكم تتعلمونها واللي تحتاجون أنتوا تتعلمونها لقيادة مدارسكم. أول شيء طبعاً أبارك لكم وأهنيكم قبولكم في البرنامج، وأبارك لكم ثقة الوزارة فيكم، لأن أنتوا ما شاء الله قادة هذه المدارس سواء كمدراء مساعدين أو كمدراء أو كقائمين بأعمال. طبعاً أكيد ما وصلتوا إلى هذه المرحلة إلا على استحقاق وبعد خبرة طويلة من العمل في التدريس وفي الإدارة، فإن شاء الله يا ربي ألف مبروك على 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 انتسابكم في هذا البرنامج وانتسابكم في هذه الوظيفة، ويعطيكم العافية. طبعا قائد المدرسة هو أساس نجاح هذه المنظومة وأساس احتواء هذه المنظومة بكل مشاكلها وبكل تحدياتها وبكل نجاحاتها، فدوركم طبعا دور كبير ودور بارز ولا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن التقليل من قدره، بل الكل يدري واحنا ندري وانتم تدرون المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقكم في ان تديرون هذه المدرسة وهذه المنظومة الإدارية بكفاءة وبجدارة لتحقيق كل ما تسعى لها المدارس وتسعى لها الوزارة. فأهلا وسهلا فيكم معنا في كلية البحرين للمعلمين، وإن شاء الله يا ربي يكون بس هذه الفصل، وإن شاء الله ننتقل معاكم في فصول ثانية في مبنانا وفي جامعتنا الحبيبة، ونقدر نخدم مملكتنا الحبيبة بأكمل وجه ممكن. الحين طبعا احنا عندنا ضغط أكبر بحكم ان انتو قاعد تديرون مدارسكم بطريقة الأونلاين، واحنا قاعد ندير برامجنا بطريقة الأونلاين، بس مثل ما تغلبنا على هالمحنة الفصل اللي طاف وتعلمنا منها، ان شاء الله راح نتعلم هذا الفصل أمور أكثر، وراح ان شاء الله تكون في تسهيلات أكثر، وإن شاء الله يا ربي تستمتعون وتتعلمون منه كل ما تحتاجون أنتم تتعلمونه وتستفيدون منه لإدارة مدارسكم بشكل أفضل. فأتمنى لكم إن شاء الله يا ربي التوفيق، وراح أمر عليكم على شرائح البرنامج على أساس أن تكون عندكم صورة واضحة للمطلوب منكم واللي راح نقدمه لكم إن شاء الله في هذه التجربة اللي أسعى وأتمنى أن هي تكون غنية وكفيلة أن هي تجعل منكم قادة أفضل، وتقدرون تحققون طموحكم وهدفكم في جعل مملكتنا الحبيبة بكل مدارسها في مستوى أعلى، ومنظومتنا التربوية التعليمية إن شاء الله بجودة أعلى. فأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله أشوفكم مع شرح الشرائح. الإخوة والأخوات الأعزاء، قادة المدارس وطلبة وطالبات برنامج الدبلوم العالي في القيادة المدرسية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة فاتن عبد الحميد، أستاذ مشارك في كلية البحرين للمعلمين وأحد القائمين على تدريسكم في البرنامج هذا العام. يسعدني أن أرحب بكم في البرنامج وفي كلية البحرين للمعلمين، وأتمنى لكم عاما مثمرا وموفقا، وأراكم يوم التهيئة بإذن الله تعالى. برنامج الدبلوم العالي في القيادة المدرسية. برنامج القيادة المدرسية يهدف لتخريج قيادات مدرسية ذات مهارات عالية الجودة، قادرة على تحليل الواقع ودراسة البدائل والتخطيط الاستراتيجي للمدرسة وحل المشكلات، أساس نضمن أن هذه القيادات تكون قادرة على نقل مستوى أداء المدرس إلى أفضل صورة ممكنة بالموارد والإمكانيات المتاحة لديها. طبعاً على أساس أن يقدرون القادة أنهم يحققون هذا الشيء، قمنا بتطوير المقررات الدراسية في البرنامج بما يتناسب مع احتياجات القيادات العليا في هذه المدارس،
بالذات في وزارة التربية والتعليم. فقدرنا إن إحنا نطور البرنامج بحيث إن أي مدير مساعد أو قائم بأعمال مدير مساعد أو مدير يقدر إنه هو يعكس متطلبات هيئة جودة التعليم والتدريب في مجال تطوير أداء القيادات المدرسية المحلية. وطبعاً خليناها تتناسب مع المستجدات العالمية في مجال تطوير القيادة التربوية. يسعى البرنامج أيضاً لإكساب المتعلمين مهارات خاصة لتحسين المخرجات التعليمية لطلبة المدارس اللي هما أساس هدف قيام المدارس من البداية بما يتناسب مع مهارات القرن 21. طبعاً هاي الشيء من خلال تطوير أداء المهني للقيادات الوسطى بالمدارس وتطوير مهاراتهم لتحسين عمليتي التعليم والتعلم. طبعاً المخرجات اللي نطمح لها من خلال هذه البرنامج إن الطلاب المنتسبين له يقدرون يبرهنون لنا إنهم قادرين على القيام بدور القائد التربوي الملهم القادر على تحليل القضايا النقدية التي تتعلق بالإدارة التربوية والتأمل والتفكر فيها، يكون قادر على تطبيق المعرفة والمهارات الضامنة لسلامة مختلف العمليات المدرسية من أخلاقيات وإنتاجية وفاعلية، قادرين على استكشاف كيفية توظيف مختلف البيانات بطرائق مختلفة لضمان تحسن مستوى الأداء في المدارس في مجال أداء المعلمين، تحقق من فاعلية إدارة الموارد البشرية والمالية في إطار حيز المدرسي أو الحيز الأقسام وتوظيفها في أثناء برمجة عمليات التغيير. أيضاً نهدف أن احنا نمكن الطلبة من إنشاء علاقات مستدامة وفاعلة فيما يتعلق بالمتعلمين، بحيث أن المتعلمين والموظفين بالمدرسة وأولياء الأمور وقيادات الوزارة كل القادة هذول وكل الموظفين كل هذول الستيك هولدرز مع الطلبة أن نبني بينهم علاقات مستدامة، لأن هذه العلاقات هي اللي راح تضمن لنا تطور المدرسة. أيضاً بإذن الله احنا ناويين نعلم هذول الطالبة هذول القادة كيفية تحليل الممارسات القائمة على الأدلة وتطبيقها أساس يتحسن أداء المدارس ويرتفع مستوى رضا جميع الشركاء معنا في هذه العملية، وأساس نرفع من مستوى إنجاز المتعلمين سواء الأكاديمي أو غير الأكاديمي في كل السياقات المدرسية المطلوبة. الأهداف التربوية للبرنامج، الطلبة طبعاً راح يستخدمون استراتيجيات وممارسات قائمة على الأدلة لتطبيق المعايير الأكاديمية في مدارسهم، ويقدرون أنهم يشرفون على الأداء ويدعمون تعلم كل المتعلمين في مدارس البحرين. وطبعاً هذا هو المجال اللي نسميه مجال الإنجاز الأكاديمي حسب هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. أيضاً راح يمارسون الطلبة كيفية رفع مستوى أخلاقيات العمل وقيم المواطنة والدافعية وتنمية الذات والعلاقات الاجتماعية بين أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة وفي صفوف المتعلمين. طبعاً كل هذه الأمور كلنا كتربويين ندرك أهميتها وحاجة القادة لإتقانها بمستوى عالي وتعلمها بمستوى متعمق عساس أنهم يقدرون يحققون هذه الأمور في مدارسهم. وطبعا هذا هو مجال التنمية الشخصية المسؤولية الاجتماعية حسب هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. أيضا راح يطبقون الطلبة استراتيجيات ومهارات قائمة على الأدلة، إن إحنا ما نبي نتكلم ولا نبي نطور من غير ما يكون عندنا دليل إن هذا التعلم وإن هذا التطوير هو الأفود لمدارسنا لتحسين جودة عملية التدريس والتعلم وزيادة فاعلية الإدارة الصفية وتوظيف التكنولوجيا وأساليب التمايز وتقييم المتعلمين في صفوفهم، وهذا أيضا من مجال التدريس والتعليم. وأيضاً بإذن الله راح نحاول إن احنا نكسب الطلبة المهارات اللازمة لضمان تمكين المتعلمين في مدارس البحرين خصوصاً من التعلم والتطور ضمن سياقات مدرسية خاصة، وإن شاء الله راح نشوفون كيف إن هذه الأمور حسب البنشماركينج العالمي وحسب تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب كيف إن كل هذه الأمور مهمة والتطور فيها والتعلم فيها راح يمكنكم إن شاء الله من إدارة المدارس بشكل أفضل ومن رفع أداء المدارس بشكل أفضل. غير كذي طبعاً راح نساعدكم على كيفية اكتشاف
مهارات القيادة للتخطيط الاستراتيجي. طبعا التخطيط أنت كمدير مهم جدا أن أنت تعرف كيف تقوم بالتخطيط الاستراتيجي على أساس أن أنت تحسن أداء الموظفين بالمدرسة، وكيف تتواصل مع أصحاب القرار والمسؤولين على أساس أن أنت تقدر ترفع من مستوى أداء المدرسة مع جميع الأطراف اللي ممكن يساعدونك على رفع هذا الأداء. وطبعا هذه أيضا من في مجال القيادة والإدارة والحوكمة، والمهارات السابقة أيضا كانت في مجال تمكين المتعلمين ومجالات تلبية الاحتياجات الخاصة. طبعا المقررات البرنامج كلها أسست على التصور الاستراتيجيات الحديثة في القيادة المدرسية. طبعا سوينا بنش ماركينج مع افضل الجامعات اللي تقدم افضل برامج في القياده التربويه، وفي نفس الوقت حاولنا ان احنا نبحث في كل تقارير هيئه ضمان جوده التعليم والتدريب، ونشوف شنو هي ملاحظاتهم على اداء القيادات في المدارس، وشنو هي المجالات اللي المهم ان قيادات المدارس ان هي تتطور فيها، وقمنا ببناء البرنامج بذلك. فباذن الله راح يكون البرنامج خير معين لكم في اداء مهامكم في المدارس بصورة جميلة وذات جودة. طبعا مهم ان احنا نعرف بعض المعلومات العامة في البرنامج. طبعا هذا البرنامج مطور، يختلف عن البرنامج القيادة التربوية اللي كانت تطرحها الكلية في السابق. فهو برنامج مكون من عام جامعي أكاديمي واحد، فصلين دراسيين. راح يدرس الطالب في كل فصل 3 مواد دراسية، يعني مجموع المقررات في البرنامج 6 مقررات، مجموع الساعات المعتمدة 18 ساعة، والمقررات كلها بإذن الله راح تدرس باللغة العربية. الدراسة راح تكون مثل ما تعودوا القاعدة اللي كانوا يجون عندنا فيها مثل هذه البرامج في السابق. راح تكون في الفترة الصباحية في الكلية مرتين في الأسبوع من 8 صباحا حتى الساعة 1:15 ظهرا. طبعا الحين لأن الدراسة أونلاين فبيكون هذا الوقت الدراسة أونلاين أيضا. مدة الدراسة لكل مقرر راح تكون فصل دراسي جامعي كامل حسب تقويم دراسي لجامعة البحرين، حوالي 15 إلى 16 أسبوع. ولما يخلص إن شاء الله المرشح من البرنامج السنة الكاملة هذه راح يحصل على شهادة دبلوم عالي في القيادة المدرسية من جامعة البحرين. طبعا متطلبات التخرج من البرنامج إن تستكمل جميع المقررات بالنجاح، بيكون المعدل التراكمي مو أقل من 2.5. طبعا البرنامج حالة من حال كل برامج الكلية وكل برامج الجامعة يخضع لنظام الحضور والإنذار الأكاديمي. طبعا المحاضرات مثل ما ذكرت في هاي الفصل راح تكون كلها عن طريق التعلم عن بعد من خلال برنامج البلاك بورد. طبعا الكلية راح تقوم بتسجيل جميع الطلبة في البرنامج وفي نظام إدارة معلومات الطالب في الاس اي اس، وراح المفروض ان تشوف من الدش على النظام تشوف المقررات الثلاثة اللي راح تدرسها مسجلة لك. بالنسبة حق حضور المحاضرات، طبعا انتوا ما شاء الله عليكم قادة وأساتذة ولكم باع طويل في التدريس ولكم باع طويل أيضا في الإدارة بإذن الله، فيعني ما نوصيكم، وانتوا يعني أكيد حريصين على هذا الشيء مثلنا ويمكن أكثر. بس مثل ما انتوا عارفين احنا كمهنيين وكتربويين دائما نحرص على التأكيد على ضرورة الالتزام بالوقت، ضرورة الالتزام بتسليم المهام في الوقت، فهذه أشياء أساسية لازم إحنا نكون نموذج لأساتذتنا ولطلابنا في المدارس. فنحاول إن إحنا نلتزم بحضور المحاضرات في وقتها. طبعا الحين لأن المحاضرة أونلاين فيعني على أساس لا يصير تأخير على المحاضرة. طبعا أنا أدري إن أنتم تدركون كل هذا الكلام، بس أنا دوري أيضا إني أنا أوضح إن نحاول ان نتاكد ان احنا قاعدين في مكان هادئ، ان الانترنت عندنا الواي فاي عندنا قوي بالشكل المناسب، عندي المايك عندي شغال، الكاميرا شغاله، اساس ان ما يجي وقت المحاضره لان ما تواجه اي مشكله تقنيه تكون انت جاهز وحاضر ومشيك الماده وداش على البلاك بورد وجاهز على اساس ان انت تتلقى المحاضره على اساس ما يصير اي تاخير. يعني احنا عندنا حسب نظام البرامج كلها عندنا في الكلية التأخير يعني بعد ال5 دقائق من غير عذر يؤثر على درجات الالتزام المهني. احنا في كل مقرراتنا في كل برامجنا عندنا درجات للالتزام المهني، ففي حالة التأخير يمكن الأستاذ المقرر يستقطع بعض من هذه الدرجات. في حالة إن أنت تأخرت أكثر من 20 دقيقة راح تعتبر متغيب عن الحصة الدراسية. طبعا ممكن تحضر، يعني الحضور دائما يعني مطلوب، حتى لو آخر 5 دقائق حضرت بعد
هذا شيء جيد، بس أن راح تسجل رسميا غائب عن المحاضرة. طبعا احتساب الإنذارات تكون حسب نظام جامعة البحرين، الإنذار الأول في عند غياب 15% والإنذار الثاني عند غياب 25%. طبعا حسب المقرر اللي عندك مدة يعني الفترة الزمنية للمحاضرة اللي هي تحدد متى يطلع الإنذار الأول ومتى يطلع الإنذار الثاني. إذا كانت المحاضرة 75 دقيقة، يعني إن هي مرتين بالأسبوع 75 دقيقة، هذه خمس محاضرات يعني راح يوصل لك الإنذار الأول، ثم المحاضرات ينزل لك الإنذار الثاني. في حالة إن المقرر كان 3 ساعات كاملة، الإنذار الأول محاضرتين والإنذار الثاني 4 محاضرات. طبعاً الإنذار الأول الإنذارات كلها تطلع سواء عندك عذر أو ما عندك عذر، أنت في كل الأحوال الإعذار لازم أول ما تغيب لما تحضر المرة الثانية تسلم الأعذار لأستاذ المقرر. طبعاً لأن إحنا دراسة أونلاين معناته أن تبعث الأعذار من عن طريق الإيميل. الإنذار الأول الهدف منه أنه ينبهك أن أنت واصل لمرحلة يعني حرجة شوي، أن ننتبه قبل أن يجيلك الإنذار الثاني. في حالة أن أنت وصل لك الإنذار الثاني، طبعاً شنو مفهوم الإنذار الثاني؟ ممكن تفصل من يعني تحرم من حضور المحاضرات، لأن من بعد الإنذار الثاني الطالب خلاص أنه يحذف من قوائم الأستاذ المقرر. إحنا شو نسوي؟ الأعذار اللي أنت تسلمها حق المدرس لما توصل لمرحلة الإنذار الثاني تحول هذه الأعذار على لجنة خاصة تبحث بمدى مصداقية أو يعني significant مال هذه الأعذار. إذا ارتأت لجنة إن بعض الأعذار فعلاً كانت يعني لازم يعني تحتسب في عين الاعتبار، حسب تقرير اللجنة ممكن تعطى فرصة للمواصلة بحضور المحاضرات والالتزام بتقرير اللجنة. إذا أعطتك فرصة غياب محاضرة أو يعني نعطوك فرصة بعد محاضرة أو محاضرتين حسب ما ترتئي اللجنة وحسب الأعذار اللي تم تقديمها. بس إحنا مثل ما أنتوا عارفين يعني دائماً ما نفضل أن الطالب يوصل لذي المرحلة ويحرم من الصفوف أو بيرجع الصفوف، يعني راح تصير شوشر شوي في سير العملية التعليمية معاك، فيفضل أن احنا نحاسب عساس لا نوصل لمرحلة الإنذار الثاني. طبعاً كل طالب عندنا بالكلية طبعاً أول ما ينتسب يعين له مرشد أكاديمي، والمرشد الأكاديمي بيتواصل معاك يعني إذا أي استفسار عندك، أي عدم وضوح عندك بالنسبة لدورك كطالب بالكلية أو في قوانين الكلية، يعني أي شيء تحس أن أنت تحتاج أن أنت تستفسر فيه راح يكون أول شخص تستفسر منه المرشد الأكاديمي لك. وطبعاً راح تعرف من المرشد مالك مجرد ما تدش على نظام الأسايس. وطبعاً أحيان بحكم أن احنا أونلاين طبعاً لازم طبعا احنا محاولين قد ما نقدر ان المرشدين كلهم يكونون اوريدي اساتذه يدرسونكم، ففي الغالب الاغلبيه بيكونون هم اساتذه انتم يدرسونكم او منسق البرنامج نفسه، فانت تاخذ معه موعد وتجتمع معه على تيمز او من خلال المكالمه حسب ما يعني المناسب بينكم انتم الاثنين، على اساس ان انت تقدر تنقل مخاوفك وانه هو يقدر يوجهك التوجيه الصحيح. بس ننتبه ان المشرف الأكاديمي مو من مهام أنه هو يكون واسطة بينك وبين أستاذ مقرر آخر، يعني في حالة أن أنت حسيت أن أنت حصلت على درجة يمكن يعني تتوقع أن أنت مفروض تحصل على درجة أفضل، أو أن أنت تحس أن مدرس المقرر ما أعطاك تغذية راجعة كافية، يعني أي شيء تحس في إطار المادة مالتك المفروض تحل هذه الإشكالية بينك وبين أستاذ المقرر بشكل مباشر، لأن المرشد الأكاديمي مو مخول أنه يتكلم بالنيابة عنك مع المدرسين. ولكن يعني لا سمح الله في حالة أن كلمت مدرس المقرر وللحين تشعر بالسياء وللحين تشعر بحاجة إلى توجيه أو يعني أن أنت تتكلم أكثر في الموضوع أو تتأكد من شيء في الموضوع، ما أدري، بس ممكن تلجأ إلى المنسق خطوة ثانية على الأقل فقط للنصح والمشورة. الخطة الدراسية بالنسبة حق برنامج القيادة
المدرسية طبعاً مثل ما ذكرت عندكم ثلاث مقررات في الفصل الأول، هذه شكل الجدول تقريباً، وعندكم ثلاث مقررات في الفصل الثاني. نظام معلومات الطالب اللي ذكرتكم عنه يمكن تقدرون تدشون عليه من خلال هذه الرابط، ممكن تدش من الموبايل أو من الكمبيوتر، وطبعاً بتحصل فيه اللي هو الجدول، الأساتذة، درجاتك النهائية، حتى لو صار بينك وبين المرشد الأكاديمي لقاء أو اجتماع ممكن ينزل في الموقع اللي اتفقتوا عليه في هذا الاجتماع. طبعاً هو النظام المعتمد في الجامعة لكل أنواع التواصل بينك وبين الكلية أو الجامعة. طبعاً تظلمت على مقرر بعدين بوقت التخرج عساس تسوي إجراءات إخلاء الطرف، كلها راح تكون بشكل إلكتروني من خلال موقع الأسايس. إحنا ككلية مثل ما ذكرت لكم ما عدا التسجيل وتثبيت دفع الرسوم، هذا إحنا نسويه لكم مباشرة. طبعاً في حالة أن تدشيت الموقع وشفت أنه مفروض أن هني مكتوب أنه في مقرر كان مفروض أن تكون مسجل فيه وأنت ما قاعد تشوفه في النظام، عليك تخبر أستاذ المقرر مباشرة عساس يخبرنا ونشوف ليش أنت ما قاعد تشوف المقرر. طبعاً ضروري بحكم أن أنت طالب بالجامعة تنتبه من التواريخ اللي تنزلها الجامعة. طبعاً التقويم الأكاديمي للجامعة موجود على موقع الجامعة، تنتبه لأول وآخر يوم دراسي، لمتى مسموح لك أن أنت تنسحب، لمتى تفتح فترة التظلم، متى تنزل الدرجات، فتكون أنت منتبه هذه التواريخ أساس لا يطوف عليك شيء. طبعاً الكلية بعد عندها التقويم، تضيف على تقويم الجامعة تواريخها الخاصة بخصوص أي أنشطة بعد تكون فيها الكلية، وطبعاً بعد تقويم الكلية موجود على موقع الكلية. أحياناً إحنا نحتاج نتواصل مع طلابنا، يعني ممكن نحتاج أن ننزل لهم تعميمات أو ننزل لهم رسالة مثلاً من الكلية. عندنا منصة اسمها منصة موجة الموجودة عندكم هنا في السلايد على هذه الرابط، على الصفحة هذه ممكن تشوف أي تعميم نزلت الكلية لك، أو عادة ننزل عليه جداول دراسية بعد، وفي استمارات إلكترونية أيضا كثيرة حق أي حاجة يعني ممكن أنت سألت عنها المشرف أو المنسق، إذا قال لك تحتاج تملي فورمة راح تلقى الفورمات كلها على منصة مودل. وأيضا عندنا دليل الطالب اللي يحوي كل أنظمة ولوائح الكلية أيضا موجود على هذه المنصة. ويعني أحيانا إذا حبيت أن أنت تقرأ أكثر تعرف اللي لك من اللي عليك ممكن تروح حق دليل الطالب. طبعا هذه بشكل عام كان مختصر للمعلومات اللي تحتاج ان انت تعرفها كبداية لما ان شاء الله لما نبدأ مع بعض السنة الأكاديمية ونبدأ التدريس. في حالة ان انت حسيت ان ليحين عندك استفسارات وفي أسئلة انا ما جاوبتها، ممكن تتواصل مع منسق المقرر اللي هو دكتورة فاتن عبد الحميد. طبعا الدكتوره راح تسوي معاكم لايف سيشن، عموما راح نطرش لكم مسجات عن مثل لايف سيشن على اساس انه في حاله ان انت للحين عندك استفسارات او عندك اسئله انا ما جاوبتها ان شاء الله راح تجاوب عليها الدكتوره فاتن في اللايف سيشن. في حاله مثل ما قلت لك يعني احنا دائما نحاول نعطي طلبتنا قد ما نقدر من وقتنا وقد ما نقدر من فرص انهم يوصلون لنا صوتهم. في حاله ان واجهت اي مشكله من يعني التقنية أو أكاديمية يعني من أي نوع حسيت أن أنت للحين يعني كلمت المرشد كلمت المنسق بس للحين في شيء ما قاعد يوصل لك، أو للحين تحس أن أنت بحاجة بعد أن أنت تتكلم في ذا الموضوع، ممكن تتواصل على إيميلي أو على رقم المكتب يردون عليك البنات عندي، وإن شاء الله ما تحتاج إلى أي شيء. وأنا متأكدة أن كل أساتذتنا وكل الموجودين عندنا من موظفين في الكلية الكل راح يكون معاكم، وإن شاء الله كلنا راح تكون لنا هذه سنة أكاديمية جميلة وموفقة رغم الظروف اللي إحنا فيها، راح نتعداها بخير وإن شاء الله وتتعلمون وتطلعون بالفائدة اللي أنتوا بحاجتها في قيادة مدارسكم. وأتمنى لكم إن شاء الله يا ربي كل التوفيق، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله عام أكاديمي موفق لنا ولكم جميعاً.